كيعرف الجميع ان هذه المناسبه العيد الاضحى المبارك كتكون ديما استعدادات ديالها خاصه، لان ماشي بحال المناسبات الاخرى اللي كيكون فيهم هذا، ولكن ما كتكونش الاستعدادات اللي كتكون عندنا دابا في المناسبه ديال العيد الاضحى اللي كيكون عليه واحد الاقبال كثير عندنا داخل المحطه الطرقيه. ولهذا كانت عده اجتماعات على صعيد الولايه ديال الرباط بمشاركة جميع الأطراف المعنية داخل المحطة الطرقية، لا من الناس ديال الأمن، لا الناس ديال وزارة النقل، ولا الناس ديال مراقبة الأثمنة، ولا إدارة المحطة الطرقية. وخدينا عدة تدابير، وكان دابا داخل المحطة الطرقية كاين واحد اللجنة اللي كتسهر على هاد السير ديال المحطة في هاد المناسبة هادي، باش إلا كان شي اكتضاض في شي اتجاه ولا شي حاجة، كان الناس ديال مفتشية النقل اللي داخل المحطة الطرقية هي كتشوف فين كاين الاكتضاض الاتجاه اللي غادي يكون عليه الاقبال، كتعطي رخص استثنائيه للحافلات الاخرين اللي غادي يعمروا باش يديهم باش يمشيو، باش ما يبقاش يكثر علينا الاكتضاض هنا داخل المحطه الطرقيه. نعم، شحال تقريبا من كارت تخرج من هذه المحطه، وشنو هي الاتجاهات اللي هي كثير اللي مطلوبه؟ اللي بغيت يعرف الجميع ان قبل هذه المناسبه دابا بواحد الاسبوع ولا اسبوعين كان المحطه كتعرف واحد النقص في الحركه ديالها ديال الحافلات داخل المحطه الطرقيه، لان وصلنا حتى لواحد 30 او 40% ديال الحافلات اللي كانوا ناقصين عندنا بعد اتجاهات، لان ما كان اغلب الحافلات ما لقاو ما يديو بعد الجهه ديال الشمال، وهذا لان الشمال دابا ملي ولات فيه القطار السريع ما بقاش اقبال كثير على الاتجاه اللي ديال الشمال في هذه الحافلات. اما بالنسبه دابا حنا الاستعدادات اللي كاينين عندنا وكنشوفوا الناس اللي غادي يسافروا عندنا، كاين دابا الاقبال اللي كاين هو ديال الناس ديال الجنوب، مثلا نعطيك ديال مراكش، غادي مراكش، اكادير، زاكوره، طاطا، قلميم، هادو هما اللي كيكون الاقبال عليهم في هذه المناسبه هذه. وعندنا عاوتاني اتجاه ديال فاس عاوتاني واحد شويه كاين واحد الاقبال عليه، هادو هما اللي كاينين. نعم، بالنسبة للتذاكر، وهذا سؤال ديال يشغل بال المواطنين، واش كاين شي ارتفاع في التذاكر؟ وما كاينش واحد الارتفاع كثير في التذاكر، لان كتعرف بان دابا الحافله اللي كتكون غدا وخدا رخصه استثنائيه راه كتمشي عامره وكترجع خاويه، ما يمكنش رب الحافله تقول ليه سير بالطريفه اللي كاينه وغادي يتم راجع بالحافله ديالو خاويه ما غتخرجو شيء، لان كتعرف دابا السوق الدولي كيف دابا الارتفاع اللي كاين ديال الغازوال، ماشي غير عندنا في المغرب، راه خارج المغرب كاين ارتفاع، وهذا كاين الان دابا راه كتكون واحد النسبه اللي عطيها الدوله هي ديال 21% او 30%، لان يلاه باش هذا وتشوف واش تقدر تخرج رب الحافله واش يبغي يمشي لنا ولا لا. ياك بعدا ناشطين المسافرين؟ لا الحمد لله، حنا انا قلت لك اللجنه دابا اللي عندنا كتسر داخل المحطه الطرقيه لحد الساعه، مازال بدينا من نهار الاحد ولا الاثنين لحد الساعه، ما كاينش شكايات كثيره، كتكون شكايه واحده ولا جوج كنحلوها في البلاصه وكنردوا المواطن باش يمشي بخير وعلى خير. وبهذه المناسبه هذه كنتمناو توفيق للشعب المغربي وكنتمنوا من الله باش يحيد علينا هذا الوباء هذا ورجعوا للحاله ديالنا العاديه كما كنا، وعيد مبارك سعيد. فين غتمشي؟ هذا غدا الجديده ان شاء الله لحيان الله، ايوا هذا الشيء اللي كاين هو الله يجعله عيد مبارك سعيد على جميع المسلمين. من هنا حتى الجديده؟ من هنا حتى الجديده، لان كاين هنا الثمن شويه كاين الثمن، بنادم راه كيتسالى المدن لقى شي حاجه ناقصه راه كياخذ الخروف اللي غادي يناسبو. دابا خديتي انت هو بلاصه؟ اه تو خديت لي بلاصه. اه شحال؟ بلاصه تقريبا 50 درهم الواحد. الواحد اه 50 درهم من هنا الجديدة. الأثمنة كي جاتك واش غالية؟ الأثمنة شوية الأيام الثلاث أيام الأولى كانت قاصحة. لا ماشي هذا حولي ديال الكار. والثمن راه مناسب 50 درهم غادي بيتها الجديدة راه مناسب. وأنت؟ ها؟ وأنت بشحال؟ بلاصة عادية، بلاصة عادية. بحالك بحالو؟ بحالي بحالو. وجا غادي سيدي بنور. نعم سيدي بنور. ها إذا أنت دير سيدي بنور الرباط. أنا كندير جديدة الدار البيضاء، جديدة الرباط. دابا غير واخدين رخصة استثنائية باش نمشيو سيدي بنور. كان لقيتي البلايص لسيدي بنور. دابا غادي عامر. عامر دابا عامر. تقريبا 50 بلاصه. كان شي ارتفاع في الاثمنه ولا بقاو هما الاثمنه واش تزادت شويه؟ لا الكار غيجي بالروتور خاوي. يعني غيمشي عامر وغادي يجي خاوي. يعني هي بحال نفس الطريفه اللي غادي يمشي بها، يعني الروتور راه ما عنده ما يجي ما غاديش يجيب. ولكن غيزيدها في الثمن في التذكيره. زيدها في التذكيره. وغادي تعاود ثاني دير ترجع لهنا. طالع دابا. غتعاود ترجع للرباط. ارجع للرباط ان شاء الله. اليوم النيت.